بمناسبه الميه خلوني بعد اذنكم اخد معانا على التليفون المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزاره الري. اهلا اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي الحال؟ الحمد لله. اهلا بحضرتك. كنت انا لسه من شويه معلش كانت واخداني الجلاله كده على راي يوسف بيه وهبي على مساله الميه، وزمان لما كانت الناس بتشرب الميه عكره، وزمان ده مش قوي يعني، ده زمان ده كنت انا كبير ومتخرج من الجامعه وحاجات زي كده، وناس ما كانش عندها حتى حنفيه في البيت كانت بتروح تعبي ميه من الترعه. النهارده مصر اتغيرت على حسب ما انا عارف بالضبط. واصبحنا وصلنا لمرحله ان احنا بقينا الاولى عالميا في مجال معالجه الميه. فهمني اكتر يا فندم بعد اذنك. هو بالفعل علشان نقدر نفهم هذه النقطة الخاصة بالتوسع في إعادة الاستخدام ومعالجة المية، بنحب دايما نتكلم الأول عن ثلاث أرقام أعتقد لازم كلنا نبقى عارفينهم وحافظينهم. هو مواردنا المائية قد إيه واحتياجاتنا قد إيه والفرق ما بينهم قد إيه. إحنا عندنا موارد مائية تقدر بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا، معظمها مياه نهر النيل اللي هي 55.5 مليار، بالإضافة لبعض كميات المياه من الأمطار القليلة والمياه الجوفية العميقة في الصحاري، دول 60 مليار بيقابلهم احتياجات بتصل ل 114 مليار. طبعا يعني تقريبا الضعف، يعني بنتكلم 60 موارد متاحة و 114 احتياجات، تقريبا الضعف بفرق 54 مليار. احنا دايما بنحب نركز على الرقمين دول علشان كلنا ندرك حجم التحدي اللي احنا بنواجهه. الفقر المائي يا فندم، خط الفقر المائي يا فندم قد ايه؟ احنا خط الفقر العالمي المفروض ان هو يكون 1000، احنا عندنا في مصر هنا حصه المواطن حوالي 560، المفروض يعني انا تحت خط الفقر المائي بكتير. احنا هنا في مصر حوالي 560 متر مكعب سنويا، يعني تقريبا نصف خط الفقر، نصف خط الفقر، وده بيورينا التحدي الكبير اللي احنا بنواجهه في مجال الميه. ودي دايما رساله احنا بنقولها لكل الناس، ان احنا مواردنا المائيه محدوده وعشان كده لازم نحافظ على كل نقطه ميه طبعا. ما ينفعش نهدرها، ما ينفعش ان احنا نلوثها، لازم نحافظ عليها لان هي موارد محدوده بالفعل. الفرق هنا بين ال 60 مليار اللي هم بيمثلوا الموارد المتاحه وال 114 مليار اللي بيمثلوا الاحتياجات، فرق 54 مليار. بيتم تعويض جزء من هذا الفرق، جزء من ال 54 مليار دولار، من خلال اعاده استخدام المياه ومعالجه المياه. طبعا دوت بيتم باشكال مختلفه، منها خلط مياه المصارف الزراعيه بالترع المتعبه لتغذيه هذه الترع لاستخدامات الزراعه، طبعا مع مراعاه ضمان نوعيه المياه في هذه الترع لضمان استخدامها في الزراعه بشكل آمن مثالي. آه. الجانب الآخر هو مشروعات كبرى لمعالجة المية. طبعا إحنا شهدنا السنة اللي فاتت وشرفنا بافتتاح السيد الرئيس لمحطة بحر البقر، دي صحيح. يعني شيء بصراحة مشرف لينا كلنا. إحنا بنتكلم على محطة عملاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم بيتم معالجتهم في هذه المحطة، دي أكبر محطة في العالم. أكبر محطة في العالم، وسجلت بالفعل في موسوعة جينيس كأكبر محطة لمعالجة المية على مستوى العالم. بس في واحدة تانية بتتعمل هتنافسها بس في مصر برضو، مش كده؟ بالظبط، اللي هي محطة الحمام. صح. احنا عندنا محطة بحر البقر دي واخدة معظم الصرف الزراعي في شرق الدلتا، شرق لمعالجته في محطة بحر البقر. في محطة زيها اللي هي محطة الحمام بتاخد معظم الصرف الزراعي في غرب الدلتا لمعالجته في محطة بحر محطة الحمام. المحطة دي الطاقة بتاعتها إن شاء الله هتكون 7.5 مليون متر مكعب في اليوم، يعني هتكون أكبر حتى من محطة بحر البقر. أيوة. إحنا دايماً لما بنشوف المحطتين دولت بندرك حاجتين، بندرك أولاً حجم المجهود الهائل اللي الدولة بتعمله علشان تستوفي جزء من الاحتياجات المائية الخاصة بينا، وفي نفس الوقت نشوف إن إحنا يعني المية الصرف الزراعي دي في معظم دول العالم بيرموها في البحر وبيرموها في المحيطات. في مصر احنا حتى ما عندناش هذه الرفاهية، احنا بناخد هذه المية بنعيد تدوير ومعالجة المية مرتين وثلاثة واربعة، وكمان بنعالجها في محطات كبيرة زي بحر البقر والحمام، وده بيورينا حجم المجهود الهائل اللي الدولة
بتبذله في هذا المجال، وبيورينا كمان حجم التحدي الكبير، بحيث ان كل واحد فينا يدرك كمواطن حتى انه الدوله بتشتغل وبتعمل مجهود هائل وبتنفق عشرات المليارات في قطاع الميه وفي قطاع الري، وفي نفس الوقت انه الموارد المائيه محدوده، فيبقى ده بيكون دافع لكل مواطن ان يبقى عنده الوعي للحفاظ على هذه الموارد المحدوده وعدم ترويث هذه المياه وعدم اهدارها وترشيد استخداماتها علشان نقدر نستوفي احتياجاتنا لكل استخداماتنا المائيه، سواء للزراعه او للصناعه او غيرها، او طبعا مياه الشرب او غيرها من الاستخدامات. يعني اقدر اقول انه ولهذا نحن ننافس انفسنا، احنا عندنا سباق. بالضبط بالضبط، احنا اعلى دوله في العالم، من اعلى دول العالم في اعاده الاستخدام، وان شاء الله مع اتمام انشاء محطه الحمام هنبقى الاعلى على مستوى العالم من حيث اعاده الاستخدام ومعالجه المياه باذن الله. انا بشكرك جدا 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 باشمهندس محمد غانم المتحدث باسم وزاره الري، حديث كان على أو مبني على كلام فخامة الرئيس حول أن مصر هي الأولى عالميا في مسألة معالجة واستخدام المياه وفقا للمواصفات العالمية. يعني خلوني حتى مرة هبقى أجيب لكم الأرقام بتاعة حجم محطات المعالجة اللي عملناها في مصر خلال الثمان سنين اللي فاتوا دول، وأقدر أقول لك كمان على حجم المحطات بتاعة أو حجم اللي اتعمل في الصرف الصحي بالمرة. يعني علشان تاني هرجعك على مسألة يعني ايه بلد حققت نمو، عشان انت لما بتيجي تسأل وتقول لي يا عم يوسف هو احنا محققين 6.6 نمو اقتصادي، ده يعني يحصل؟ هقول لك والله لانه بيتوجه لتنمية، تنمية دي اول ما تصب، وكويس ان احنا في عندنا رئيس بيفكر بالطريقة دي، اول ما تصب تصب الاول في مصلحة الناس اللي طلع عينهم هم وأهليهم وأجدادهم في البلد دي. يعني أنت تتصور كده أنه لما أنت لما بيجي لك فلوس أنت كفرد أول حاجة بتفكر فيها إيه؟ الأهم فالمهم، صح؟ جميل. هو إيه أهم حد في البلد دي؟ أيوه الغلبان. ليه؟ لأنه عمال بيتظلم. فلما تيجي انت وتقول والله انا بحقق معدل نمو كذا، اول حاجه تفكر فيها ايه؟ رفع الظلم عن الغلبان ده، الظلم الاجتماعي اللي بيتعرض له، الظلم الاجتماعي اللي بيتعرض له وهو بيعلم عياله، الظلم الاجتماعي اللي بيتعرض له وهو بيدور على فرصه عمل، الظلم الاجتماعي اللي كان بيتعرض له وهو ما عندوش هو شخصيا فرصه عمل لا ليه ولا لاولاده، او الظلم الاجتماعي اللي كان بيتعرض له لما يحصل حاجه ويضطر يقعد في البيت. طب من غير ما يحصل حاجة الشغلانة مش ماشية، أخويا اللي كان يقعد على الرصيف وفي إيده العدة حاططها قدامه على الرصيف كده بين رجليه ومحزمها بحتة حبل وقاعد على باب الله على كف الرحمن مستني عربية نص نقل ولا عربية نقل، يجي ريس عمال يشاور انت وانت 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 اركب. ساعات بيبقى اخويا ده قاعد كده وما بتجيلوش، ما اتكتبتلوش. اخويا ده كان زمان ما يعرفش هيروح البيت بايه، اللقمه يعني، الرغيف ما كانش معاه بالمعنى الحرفي، مش معاه بالمعنى الحرفي، ده ما كانلوش بطاقه تموين بالمعنى الحرفي، ده ما كانلوش كارت عيش. النهارده لا، عنده بطاقته بتاعت التموين، عنده كارت العيش بتاعه، وعنده معاش للعمالة غير المنتظم، وبيتعمل له تأمين صحي. تأمين صحي في أدخل مستشفى كمان. اتعمل يا يوسف؟ لا، بيتعمل. احنا بنشتغل على التأمين الصحي الشامل ده في 5 محافظات ولسه، وهناخد 27 محافظة.